هل شعرت بغصة أو زعل لما لقيت حملة تشكيك كده في الإسراء والمعراج ولم تحدث قبلاً؟ بطبيعة الحال بنحزن طبعا، لأن القرآن الكريم هو الذي تكلم عن هذه الحالة، عن هذه الرحلة المباركة. ولما يأتي النص في القرآن الكريم ويقول لي بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكان كذا إلى مكان كذا، فهو محله التسليم. سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. لما القرآن الكريم يتكلم عن هذا بهذا الأسلوب العالي المستوى الذي فيه دلالة على أن الذي أسرى والله سبحانه وتعالى، دلالة قطعية أيضا. نعم، فلا تستعجبوا، يعني حتى لا تضعوا ذلك، لا تضعوا العقل وتصورات العقل أمام هذا الحدث، لا تجعلوه عائقا أمام فهمكم. بل إن قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فإسناد الإسراء إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى بعبده، هذا معناها خرجت عن دائرة ومنطق القدرة البشرية. ومنطق القدرة الإلهية في الحقيقة لا يسأل، لا يسأل عنه. وبناء على ذلك لا تستنكف ولا تتعجب كيف. فالجواب عن كيف هنا ليس مطروحا على العقل، بل هو من منطق طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى إنما كرم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما عبر بتعبير سبحان الذي أسرى بعبده، فكل ذلك في الحقيقة يدلنا دلالة قطعية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صحيح في وقت حدوث هذه الواقعة، واقعة الإسراء والمعراج، في هذا الزمن، في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع وفراشه ما زال دافئا، لأن لا شيء، هذا الزمن ليس شيئا والحدث ليس شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى لا يوجد هذا الزمن بين كن فيكون، ملغى تماما هذا الزمن. فأمام ذلك لما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، بعضهم أيضا كيف، فكأن الغمامة التي على العقل وجدت عند بعض هؤلاء. لكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبروه، هو لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وقالوا إن صاحبك يزعم، ويزعم هذه في لغة العرب يعني فيها نوع من التردد ليس في القطع، صاحبك يزعم بالنسبة عندهم هم، لكن عند رسول الله الأمر مقطوع به، لكن هم لا يريدون أن يصدقوا ما حدث، فعبروا بكلمة إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في زمن وجيز ونحن نضرب إليها أكباد الإبل. نحن نقعد شهرين أو شهر وشوية رايحين جايين، وهو بيزعم أنه هو في لأنهم لم يدركوا قدرة الله عز وجل، لم يقدموا القدرة الإلهية على تصور العقل، ومن ثم فوقعوا في هذا الحرج الشرعي. لكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لهم هذه الكلمة التي يخلد بها والتي وصف بأنه صديق بناء عليا، قال إن كان قد قال فقد صدق. عظيم. نحن نصدقه في خبر السماء، أفلا نصدقه في ذلك؟ عظيم.